عريس عربي منظرة يعني لو هنقول صوت يبقى هاني حسن الأسمر، وتمثيل كمان يعني ما شاء الله. ربنا يخليكي، ألف مبروك العريس بتاع المسرحية. الله يبارك فيكي يا عريس المسرحية، بقى نعمل أكتر من كده. العيلة بقى الأرستقراطية الشيك اللي بتروح للعيلة بقى بتاعت المنظرة، كلمني على الدور. أنا طالع اسمي نادر، نادر دوت المفروض هو دكتور في المزيكا، بس أهله بيدوروا على تاريخ وعظمة وبتاع وإتيكيت، بس هو ملوش في الكلام ده، هو بيحب الناس الشعبي، فهو مندرج على الطريق ده. فلما بيروح بقى بتحصل أحداث غريبة جوه، إن هما بيلاقوا حاجة دول عند دول وحاجة دول ما راحت وحاجات كده، بتحصل بلاوي وزرقة. الجديد بقى ان انا عارفه ان انت وايمي عاملين داي وما شاء الله على المسرح حلو قوي، ومعاك كوكبه كبيره من نجوم الكوميديا، يعني لو هنقعد نقول ونبص على البوستر اسامي كتيره قوي بالظبط كلهم. طبعا كلهم يعني من اول سامح والاستاذ سليمان وايمان وحلواني وطاهر وطارق واستاذه ناديه، وكله موجود، وحتى يعني حتى عصام، كله كله كله، وشهد بسم الله ما شاء الله، يعني كوكبه يعني تيم ورك حلو ما شاء الله. يعني الدور هنقول فيه سنه كوميديا بقى، يعني في كوميديا وكوميديا المواقف وفي غنى، ده اكيد بقى هاني حسن الاسمر يبقى الصوت الجميل. انا ما ينفعش اعمل كوميديا جنب العمالقه دول، هروح فين؟ ما ينفعش بقى. بس انا عرفت ان انت عامل كوميديا ما شاء الله جميل، حاجات خفيفه كده على قدي جنب بقى الغنى، طبعا ده الملعب بقى الاساسي. بتغني ايه هاني في المسرحيه؟ والله بنغني اغاني لايف بقى، يعني في ثلاث اغاني جوه الروايه، وبعد كده في بقى حاجات لايف بقى الجمهور هو اللي بيطلبها. بتغني ايه في الروايه؟ عشان انت لازم هتغني العين وتلفزيون الحياه، حاجه من انت حصري من المسرحيه، حته صغيره احنا مش طمعين. بص، حته من المسرحيه اقسم بالله انا جاي بالسفر، عارفه اللي هو ناسي كل حاجه في التاريخ. الحمد لله على السلامه، وجاي من القاهره على العرض على طول. جاي من القاهره على هنا، فعارف كل حاجه، ربنا يستر استاذ حيدر ما يضربنيش فوق ويطلع يطلع عيني فوق عشان هنسى. عايز استاذ حيدر طيب جدا مع الممثلين عنده. لا ما هو مش طيب، لا هو يبان طيب، لكن في الشغل ما صارم. احنا عارفين حيدر كويس. انت بتغني لايف على المسرح وفي تفاعل كبير من الجمهور، يعني كل الناس بره بتقول لي احنا كمان جايين نستمتع بالكوميديا وجايين نسمع صوت هاني وجمال صوت هاني. اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. يعني هم بيطلبوا حاجات كده، حاجات بيطلبوا ايه طيب؟ يعني بيطلبوا سالوني كتاب حياتي عمري، حاجات كده بقى، الحاجات اللي هي بتاعت الوالد اللي هم حابينها قوي. فالحمد لله هي بيبقى في تفاعل كويس، الحمد لله رب العالمين. بذكرى حسن الاسمر، ايه الطقوس بتاعت حضرتك؟ الطقوس بتاعتي؟ لا بيبقى يوم احنا بنفتكره كفنان، بس حياتك بتفتكره كأب. بالنسبه لي بيبقى يوم وحش جدا، بيمر عليا يوم وحش جدا، عشان الاحداث كلها بتدور معايا، بترجع تاني فلاش باك حتى لو مر عليها 100 سنه. بس حسن الاسمر من المطربين اللي مفيش حد ما بيحبوش، يعني حب الناس ده اكيد انت بتقابله في كل مكان انت بتروح. الحمد لله رب العالمين. عارف لما بتيجي ست مثلا يقول لك الله يرحمه ده كان حد محترم، دي عندي جوه يعني جوايا ببقى فرحان فرحه، يقول لك فرحه لهبل، هو كده بقى ببقى فرحان جدا مبسوط. طب سرايا حمدين هنشوفه حصريا على الحياه قريب؟ اكيد هو ده بقى المفاجاه ان شاء الله، ربنا ييسر ان شاء الله هيبقى على قناه الحياه قريب ان شاء الله. سرايا حمدين ومسلسل كوميدي لطيف ظريف يناسب جميع العائلات وجميع الاعمار. طيب انا عايز اعرف دورك بقى في سرايا حمدين، يعني ما ينفعش ما هنشوفه حصري على الحياه وانت معانا في برنامج عين وما اعرفش هاني بيعمل ايه في سرايا حمدين. طالع مطرب في كباريه، بس بيحب بنت صاحبه الكباريه، وهو اساسا بيلعب في المخدرات، فبيقابل بقى احداث جوه كعبله ولعبكه، وبيحصل له حاجات مشاكل جوه كتير جدا.